يلا حيهم واسعد الله لحظاتكم بكل خير. مثل ما نشوفين يا جماعة الخير بننطلق بإذن الله تعالى إلى رحلتنا إلى دبي. أوتوميكانيكا مسوي لنا دعوة برعاية شركة ثندر، فطلعين بإذن الله الأوتوميكانيكا في دبي لمدة 4 إلى 5 أيام. سيكون معرض بإذن الله جميل. وين رايحين ذحين؟ إيربوت، رايحين المطار وبرضه برعاية الشيخ أخوي لافي. سلم عليه. عن طريقنا للمطار يا جماعة لينكون أرعب يا شعار البطل. الله يا حبيبي وصلنا المطار. طبعا وصلنا المطار يا جماعة الخير، بننطلق الآن بإذن الله وندور رحلتنا وين وعلى وين. أوتوميكانيكا يا حبيبي خلكم معي. طلع لافي أخوي راح يطلب لنا، فبنتقهوى الآن نروق وبعدها إن شاء الله نكمل الرحلة. باقي لسه متسع من الوقت. مثل ما تشوفين طلبنا وصل، جاب الذيب. طبعا صلينا وعينا من الله خير. رحلتنا ان شاء الله 5:30 بنطلع ان شاء الله، بنروح للرحله الان او ننتظر الرحله عفوا. عطنا ممر السعاده يا لطيف. ايش بالشنطه قامت تنحول، لكن يلا يا جماعه هذا جينا ممر السعاده. يلا ارحب يا ليرس الشاطف. يلا بإذن الله مكملين رحلتنا. ايش بالشنطة قامت تفحل، لكن يلا يا جماعة يلا. احلى شيء كذا يوم تجي اخر واحد، ولا لا طيب اخر واحد كذا تجي عشان تدور مقعدك وتجلس على طول. طبعا ركبنا الطيارة يا جماعة الخير، منطلقين ان شاء الله الان، ويلا يلا شويات ان شاء الله ونحرك. طبعا يا جماعة الخير من يوم وصلنا احتجنا النت واحتجنا الاتصال فما وجدنا. وش سوينا؟ ما اللي اخذنا من الاتصالات عندهم طبعا الشريحة، فخلوكم معي اول باول. اخذنا الشريحه الحين وهذا الرقم، ليه ما في تميز يا شيخ؟ وصلنا يا جماعه الخير دبي، انشغلنا في المطار شوي، او بالاصح حسنا في المطار شوي، بدلنا الشرايح واخذنا شريحه جديده وصورنا لكم بعض اللقطات، لكن وبعدها جينا يا حبيبي برعايه شركه ثندر الى فندقنا الشيرتون جراند دبي، فبنقيم ان شاء الله ليلة ممتعة، وبكرة بإذن الله خلوكم معنا، المقاطع بتنزل مع بعض بإذن الله، بتشوفون إن شاء الله شركة ثندر بكرة وش مقدمين، وش الأشياء اللي مطلعينها، وش الأشياء اللي قاعدين يمولونها أو يسوقونها. فوق الشيء ذا برضو بدعوة من أوتوميكانيكا، خلوكم معي بكرة الوعد. هذا الفندق يا جماعة الخير، وتعالوا خلونا نشوف الجناح. بلش في الطابق الحين، هذا بيته يلا. وهذا ال 12 لا وين ال 21؟ والله لو اني ها؟ وهذا ال 21 ما ضغط افا، ولا 20 ولا وش السالفه؟ دقيقه 20 21 اوه دقيقه. يلا يا حبيبي يوه يا حبيبي، تقنيه وشغل وترتيب، هذه لازم المسها هنا عشان ايش يطلعنا الدور. ووصلنا يا جماعه على السويت، ما ادري الجناح حقنا. يلا ان شاء الله خشوا معايا اشوفوا. يلا ويا الله هذا الجناح يا جماعه، ترى انا جيت قبل بس كذا قاعد اسوق عليكم طبعا يا جماعه صحينا ما نمنا زين، تعرفون السفر وتغير المكان عليك ما يخليك تريح زين ولا تنام زين، لكن بنطلع ندور الفطور نعين الله خير ونفطر، بنشوف مع بعض البوفيه عندهم، وبعدها ان شاء الله بنرجع نريح شوي ونقيل شوي لين يجي المعرض او وقت المعرض ان شاء الله الاطلاله. فيلا طبعا هنا وصلنا البوفيه يا جماعه، بندور فطورنا الحين ونفطر نعيمنا الله خير. هذا الفطور من البوفيه بعد ما وصلنا، برضو اطلاله يا حبيبي، شغل 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 شغل. جماعة الخير طلعنا من الفندق، فندقنا ترى مره قريب، وصلنا هنا هذا المعرض. اول ما تدخل المعرض يا حبيبي عده بوابات، بوابه هنا وبوابه هنا وبوابه هنا، وهنا البوابه حقتنا بوابه رقم 3. بندخل الان وبنشوف المعرض داخل. بنغطي لكم جوا ان شاء الله ونضبط الامور كلها. دخلنا يا جماعة الآن مع بوابة 3،
في مسار هنا ومسار هنا ومسار هنا، اي مسار نختار تعالوا معي بقول لكم المسار اللي بنتجه معاه. ليش؟ عشان نوصل باذن الله للبوث اللي نبغاه، بوث ثندر. تعالوا معي. طبعا يا جماعه الخير لا تستعجلون، بغطي لكم ترى اغلب المعارض الموجوده، بس الشيء الاساسي والرئيسي اللي جينا عليه ثندر باذن الله تعالى. هذا البوث مثل ما شايفين واضح قدامنا، شعاره واضح، مختص بعدة شركات من أقوى الشركات الموجودة، وتحت مسمى ثندر اللي هو أرمرول زايد STB الأمريكية، وبرضو عندهم شركات سعودية بنخش عليهم ونشوف. أول شيء بنتكلم عنه جماعة الخير ثندر ترى مو أي شركة، ترى شركة لها مسماها الكبير، تندرج تحت هالشركة شركات كثيرة. وش عندهم؟ منظفات موجودة، اللهم صل على محمد، الكشافات موجودة، اللدات موجودة، أغلب الأشياء اللي تخص اهتمام السيارات ترى موجودة عندهم. بنتكلم بالتفصيل، بس هذه مقدمة تحت هذه أو للمسمى هذا، مسمى شركة ثندر. نبدأ هنا يا جماعة الخير، مسمين ترى مو أي مسمين، مسمين أمريكية ومعروفة يا جماعة، أرمرول وSTB. وش عندهم؟ بغيت منظفات، بغيت شامبوات، بغيت مناشف ميكروفايبر، كلها موجودة. بنستعرض منتج الآن. شامبو حق أرمرول، الشامبو ذا جماعة الخير كثير جربوه وترى فنان، أنا من الناس اللي جربت هالشامبو ذا. هنا يا حبيبي منتج أرمرول الثاني إكستريم، اللي هو اللمعة العالية أو اللمعة القوية، اللي إيش؟ هذا اللي من جد رش ومش مستعجل على طول، لمع من ذا وميزته بخاخ. أقول لكم عن المنتج هذا يا جماعة الخير وش ميزاته، وبعدها أنتوا القطوا الشاشة عليه ولا يفوتكم هذا شامبو عالي الرغوة. وهذه الثلاث مناشف من أرمرول، الميكروفايبر طبعا تنفع للقزاز، الاشياء الخفيفه، الديكورات الخفيفه الداخليه. بعضكم يقول ما ابغى تلميع، ابغى رطب الكفر، ابغى بلمعه الوكاله، ابغى نظافه، ابغى محافظ على الكفر، عدم تشققات، كلها موجوده في المنتج ذا يا جماعه الخير ومجرب. يعني الارمرول اللي هو منظف الجنوط والكفرات، ميزه الشركه ذي يا جماعه الخير معطيك هنا تفاصيل وخطوات تسويها اللي هي 30 ثانيه لا يبقى، عشان لا تنكب عمرك، عشان ايش؟ تعرف تستخدمه مضبوط، 30 ثانيه وبعدها تغسل وتشطف، فموضحين لك هنا الاشياء اللي تسويها. اما هذا مرطب الجلود من أرمرول، بنشوف كم منتج يا جماعة الخير عشان لا نبثركم، بننتقل لSTB وبعده على الطاولة الثانية. هنا يا جماعة الخير قنبلة، نسميها القنبلة حنا، هذه اللي هي ريحة الوكالة، اللي تعطيك ريحة الوكالة بالسيارة، وطبعاً شركة مو أي شركة يا جماعة الخير، ترى قاعدين نتكلم على شركة معروفة وشركة أمريكية. منشفة أرمرول، المنشفة الناعمة الميكروفايبر يا جماعة تستخدم للبدي. في رف STB مو بس ملمعات، مو بس مرطب، مو بس اللي هو منظف العام حق الجلود، ان بغيت منظف عام موجود، ان بغيت منظف او مزيل صدى موجود، مزيل الشحوم برضه موجود، ازاله الرواسب برضه موجود، تنظيف الصدى بشكل عام موجود عندهم، برضه في اشياء تستخدم للمحرك موجوده. اما هذا الSTB الغني عن التعريف، رغوه وجوده وتلميع وتستيب، وكلها المسميات ذي كلها تحت ذا المسمى وهذه الشركة. ترى شركة STB يا جماعة الخير ما يحتاج ان نعرف فيها، ستب الكفرات من وين ما اخوذه، ترى STB ستب لمع، هذا المعنى وهذا الاساس. يسموه ستب، هذا المنظف العام للمقاعد للسيارة سواء يستخدم او للكنبات في البيت، يعني يفيدك في الناحيتين. هنا البواري التركية المعروفة، وهنا الانوار السعودية زايد، المساحات وبرضو الكشافات، اللد برضو متوفرة، كل هذه جماعة الخير متوفرة في مجموعة ثندر. للماكينة اللي هو خاص بالاحتكاك ومانع الاحتكاك داخل الماكينة، وغيرها من الزيوت تبع المحرك. وهنا في عندنا الشحم الابيض تبع الوكاله، هذا بخاخ السيليكون اللي هو العازل للافياش والاشياء الكهربائيه، برضه يرطب لك بعض الافياش تجي فيها جلده خفيفه كذا، برضه يرطبها هذا المنتج. ما هنا يا جماعه الخير راح نتكلم برضه عن شركتين امريكيه اللي هي افلنش وبرضه جانك. فافلنش مختصين بايش؟ بنيجي للطاوله هذه وتعال معاي. عندنا يا جماعة الخير هذه اسطوانة الفريون الخارجية، تركب على أغلب السيارات من موديلات 2020 وانت نازل، أما هذيك تستخدم لموديلات 2021 وانت طالع. هذا مانع التسريب للثلاجة، برضو زيت الكمبروسر هنا موجود اللي يضاف للكمبروسر، وغيرها يا جماعة الخير اللي هي برضو اسطوانات الفريون الباقية. سلم
أما هنا بنجي لرف جانك الأمريكية برضه، شركة أمريكية، هذا منظف الكلبريتر، وعندنا هذا منظف بوابة الثروتل، وبرضه هنا ملمع الماكينة، وهنا المنظف تبع الماكينة. يعني هذه المنتجين، واحد منظف واحد ملمع، وبرضه يا جماعة الخير عندنا منظف القزاز، وبرضه هنا ملمع الكفرات، وبرضه هنا منظف الكفرات مثل ما انتم شايفين. وهذا المنتج خاص بالبطارية وأصابع البطارية اللي ينظف الملوحة اللي داخل البطارية. وبكذا خلصنا هذا الرف اللي هو حق جانك الأمريكية. جماعة الخير أغلب الكتات موجودة برضو عند فندر، برضو يا جماعة مواطير الهواء موجودة عندهم، كل هذه تحت سقف واحد اللي هو سقف فندر. يجمع لك عدة شركات وكلها تحصلونها عندهم. أما كذا أقدر أقول نتمنى أن نالت تغطيتنا هذه على إعجابكم اليوم تحت سقف ثندر، وبعد كذا بكرة إن شاء الله ترقبونا في المقاطع الجاية بإذن الله. نلحق أنزل المقطع اليوم. طبعا يا جماعة هذا المطعم اللبناني اللي عزمنا فيه صاحبنا الصيني، فما شاء الله تبارك الله.